بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثاني لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنعمل مقارنة ما بين البلان دريفن بروسيس وأجيل بروسيس. تعال نشوف مع بعض، بنقول إيه الفرق يا جماعة ما بين كلمة بلان دريفن بروسيس وأجيل بروسيس. طيب إحنا عرفنا من المحاضرة اللي فاتت إن السوفت وير بروسيس تنقسم لعدد من الأكتيفيتيز، من عدد من الأنشطة، مش كده؟ وقلنا ان هي تبتدي بالايه، صح، برافو عليك، بالسبيسيفيكيشن، تحديد المواصفات، ها، رقم اتنين ايه، ديزاين اند امبلمنتيشن، ثلاثه الفاليديشن، واربعه الايه، وايه اخر مرحله ايه، التطوير ايه، ايفولوشن. جميل جدا. هنبدا بقى مع بعض نتكلم، نقول ايه، طيب الاربع مراحل دول هل يشترط انهم يكونوا ورا بعض في التنفيذ؟ يعني الاربع اكتيفيتيز اللي احنا اتفقنا عليهم دول هل يشترط يكونوا ورا بعض اثناء التنفيذ؟ طب ينفع يبقى في اتنين بروسيس بيشتغلوا جنب بعض مع بعض؟ يعني مثلا اثناء التنفيذ ممكن اعمل تطوير من تطوير، واثناء التطوير ممكن اعمل سبيسيفيكيشن من جديد، وهكذا. بيقول لك الطريقتين موجودين وكل واحده لها اسم مختلف. اول طريقه اللي هي ايه، طريقه البلان دريفن. وفي طريقه البلان دريفن دي الاكتيفيتيز بيبقى متخططه. يعني ايه بلاند؟ بلاند يعني مخطط لها، يعني كل جزء لابد ان يتم اولا، كل اكتيفيتي يتم، ثم يلي الاكتيفيتي اللي بعده، ثم اللي بعده، ثم اللي بعده. اذا لها خطه مخططه. يبقى اذا اكتيفيتيز ار بلاند ان ادفانسد. ادفانسد يعني ايه؟ مسبقه. يعني لابد ان انا ارتب الاكتيفيتيز بتاعتي بخطه. طيب الطريقه الثانيه تقول لا مش مشكله. يعني ايه مش مشكله؟ يعني ممكن اثناء ما انا بعمل اكتيفيتي نشاط، ممكن ها اغير النشاط دوت واعمل نشاط تاني، او اعمل نشاط تاني جنبه. يعني مثلا وانا اثناء ايه السبيسيفيكيشن ممكن اعمل ها الديزاين، واثناء الديزاين ممكن ارجع للسبيسيفيكيشن من جديد على حسب رغبه المستخدم. معايا؟ اذا دي طريقتين مختلفتين. الطريقه الاولى بنسميها بلان دريفن، خطه مسبقه، ها، لكن الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ اجيل. اجيل ايه؟ ها، بروسيس. طيب عمليا بقى يا جماعه، عمليا ايه اللي بيحصل اكتر، البلان دريفن ولا اجيل؟ لا، بيقول لك الاثنين مع بعض، عمليا الاثنين مع بعض ويتم تنفيذهم. ممكن اخد جزء من ها من الايه، من السوفت اللي بيشتغل بلان دريفن، وجزء تاني ممكن ايه يشتغل اجيل ميثود. اذا بنقول مع بعض، ان براكتس موست براكتيكال بروسيس انكلود اليمنتس اوف بوث بلان دريفن اند ايه اجيل ابروتش. طب مين الاحسن، مين الافضل في التنفيذ؟ بيقول لك ما فيش لغايه دلوقتي اجابه مين الافضل. ما يعني لو انا استخدمت بلان دريفن يبقى على حسب السوفت وير اللي انا بنشئه، اوكي. لو انا خدت قرار ان اشتغل اجيل ميثود، ممكن يبقى على حسب السوفت وير برضه اللي انا بنشئه. اذا ما فيش حاجه اسمها صح وغلط. لو انت خدت بلان دريفن او اجيل، كل منهما له غرض محدد وله طريقه معينه. اذا زرار نو رايت، ما فيش حاجه اسمها صح اور رونج او غلط في السوفت وير بروسيس. ممكن تختار دي او دي اثناء التنفيذ. جميل. طيب تعال نشوف مع بعض بقى ايه المودلز، يعني النماذج من كل ايه، من كل عمليه. يعني احنا عندنا طريقتين، البلان دريفن واجيل، كل واحد له نموذج هنشوفه مع بعض ان شاء الله مع بعض. طيب اول نموذج اسمه الووتر فول موديل، وده احد نماذج البلان دريفن، وهنبقى نتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. طيب النموذج الثاني اسمه انكريمنتال ديفلوبمنت، ودوت ها وبتاع مين؟ بتاع اجيل، مش كده اللي احنا سائلين دلوقتي؟ معايا يا جماعه؟ طب والجزء رقم 3 بقى، فيه طريقه ثالثه خالص هناخدها ان شاء الله بعد كده، اسمها ريوز اورينتد سوفت وير انجينيرنج، ان هي ايه؟ اعاده استخدام السوفت وير. يبقى عندك سوفت وير موجود، تعيد استخدامه من مره ثانيه، ممكن تضيف له شاشات ما كانتش موجوده فيه قبل كده، تضيف له بعض المعالم الاساسيه ايه الزياده فيه، وهكذا. معايا يا جماعه؟ واحنا اتفقنا مع بعض دلوقتي ان عمليا تمام معظم الانظمه الجديده والكبيره دلوقتي ممكن تستخدم اي طريقه من الطرق ديت، او دمج ما بينهم، او دمج ما بينهم. بيسميها بقى ايه؟ incorporates elements، يعني دمج ما بين هذه العناصر دي كلها مع بعضها، علشان ايه؟ علشان تحصل على السوفت وير في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.